نعمل تاني وصفة من وصفات بنجلاديش اللي هي حلوى التوشة. ومقادير الحلوى 1.5 كوب دقيق، 1 كوب سمن، 2 عود قرفة، 2 حبهان، و2 عود قرنفل. بالنسبة للشربات عندنا 1 كوب سكر، 1 كوب مية، وللتزيين مكسرات مشكلة. نحط الشربات على النار، مية وسكر، وبعدين هنجيب السمن هنحطها في الحلة، هنحط معاها عود القرفة أو عودين القرفة وعودين قرنفل وحبهان، وهنحمصهم في السمنة حاجة بسيطة علشان تاخد طعم حلو منهم، وهنحط الدقيق. هنقلب الدقيق لحد ما لونه يتحمص، هي شبه برضو سد الحنك. هنبتدي نضيف شوية شوية من الشربات، نشوف هنحتاج قد ايه. نخلي بالنا طبعا لان فرق الحرارة هيخليها تفور. مدهونة بشوية زيت، وهنسيبها لحد ما تبرد خالص، وبعد كده هنقلبها من البول في طبق التقديم. وده هيكون شكلها، ويا رب تعجبكم.